12 جانفي 2022 رانا في باب القنطرة، ومعنا اليوم الأخ شعيب طالبي. مرحبا بك شعيب طالبي، راك على صفحة قسنطينة مدينتي لأول مرة بالك فيديو. شعيب، عندك بروجي حاب ديرو تمشي أبي من ديدوش من السمندو زيرو ديوسف القسنطينة. انت معايا؟ نعم انت معايا، ما كانش مشكلة. عندك البروجي هذا ان شاء الله كيليوم ندير، وكساش رايح تنفذ وتقدر يعني ان شاء الله على ربي، يعني كذا راك ديما خفيف. يعني شحال من كيلومتر كاين من الزيرو دا بيبري؟ بلي 30 ما توصلش 30. يعني ومستعد تمشيها ان شاء الله؟ انا وياك. مالا خويا كي تعود تمشي فيها نجيو معك انا وياك، ونصوروك في الطريق ونديروا لك فيديو على المباشر. ان شاء الله. كش ما عندك ما تقول للناس اللي يتفرجوا فيك؟ يعطيك الصحة. دونك فوالا، كنا مع يا ربي ما يوصف، كنا مع الاخ شعيب. فوالا سي فري، يعني قال بلي حب يدير يروح من السمندو الباب قمت